أنا عارفة إن أنت الوحيد اللي عارف مكان سامح. عايزين نقنعه إن هو يروح البوليس ويقول على كل اللي حصل. أنا عندي استعداد أقوم. لو عايزة تتكلمي في الموضوع ده خليها بكرة الصبح. أنا بجد تعبان قوي وعايز أنام. وأنت كمان شكلك تعبان. رايحة فين؟ همشي. مش انت تعبان وعايز تنام؟ هجيلك بكره الصبح نتكلم. تعالي اوريك الاوضه اللي هتنامي فيها وانا هنام في الصاله هنا. انا مش جايه عشان اقلقك في بيتك. تعالي اوريك الاوضه اللي هتنامي فيها يا عايده. مالك خايفه؟ طب يلا. امسكي.